رعاية محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، يسرنا أن ندعوكم لحضور معرض أنامل ذهبية للأشغال اليدوية والفنية، وذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 7، 8، و9 من شهر تشرين الثاني 2010. هذا وسيتضمن المعرض لمسة فن للرسم على الزجاج والمرايا، لمساتي للإكسسوارات، مديك لدمج الحاضر بالماضي، وكنعانية لتطريز المحدث. سيكون حفل الافتتاح في اليوم الأول من 12:00 ظهراً وحتى 6:00 مساءً. سيقام المعرض في قاعة المحكمة العثمانية رام الله التحتة. للاستفسار ومزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على جوال رقم 0598-06-1706. حضوركم شرف لنا.